اليأس العادي. ينقسم اليأس العادي إلى أربعة أقسام: اليأس من المستحيل، كاليأس من أن يصير 2+2=3 أو يساوي 5، ومثل اليأس من اجتماع الضدين والنقيضين بحدودهما المذكورة في علم المنطق، وهذا اليأس معقول. اليأس من الذات، مثل يأس الفرد من أن يحمل جبلاً على ذراعيه أو من أن يطير في الهواء بلا وسائل، وهذا اليأس مقبول. اليأس من الغير، مثل يأس فلاح من أن يزوره الملك في كوخه، وهذا اليأس منطقي في كثير من الحالات وليس صحيحا على العموم، فكم من المفاجآت تخترق جدران اليأس، وكم بزغت الآمال من ظلام يأس مطبق. ولعل اتخاذ الموقف أمام هذا القسم من اليأس من المنعطفات الخطيرة التي تفرز العظماء عن التافهين، فالتافهون عندما يصطدمون بهذا القسم من اليأس يتراجعون أو ينهزمون إلى الأبد فينتحرون، بينما العظماء يصمدون أو يواصلون الكفاح، وكثيرا ما ينقشع ضباب اليأس عن عيونهم وتتضح أمامهم سبل الانتصار. وهذا القسم من اليأس يعتري كل فرد من البشر مرات عدة في عمره ثم ينكشف عنه، كما تنكشف سحب الربيع عن الأفق الحالم. وهذا لا يعني أن اليأس غير صحيح على الإطلاق، فلا ربما تتضافر المعاكسات بشكل كثيف يتراءى كأنه جدار لا يمكن عبوره فييأس حتى العظماء، وقد يكفهر الجو فييأس حتى رسل الله المتصلون بالسماء ويستبد بهم اليأس. ولكن الله الذي جعل لكل شيء دورة في الحياة الدنيا يعلم أن ذروة كل شيء منتهى، وأن قمة اليأس هي مبدأ الفرج، فيقول: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. وإنما يعني هذا الكلام أن اليأس من الغير أكثره كاذب وأقله طبيعي، ولكن يمكن نسفه بالمحاولة على أن تكون المحاولة في حجم المعوقات. في ظهور الرجاء والشفاء والقضاء للشجون، إنني راحة المتعبين قرة للعين.